يا انا رايق في المحل فيك. برافو عليك. يلا لحقه. شو يا رجال؟ شايفكم جايين على السوق هيك كأن شيئا لم يكن. شو قصدك لك فهد؟ قال شو قصدي قال؟ ولك على اساس السيره كثير بدها شرح؟ كيف بتورجوا وشكم للخلايا قبل ما تغسطوا الفضيحه؟ ضب لسانك على سلكها! فهد عليك شو عم تحكي ها؟ الله يا جماعه! هذا الكلام مردود عليك وانت بتعرف انه نحن رجال من يوم يومنا. ايه اصبح ورجونا مراجلكم عمي واغسلوا الفضيحه اللي وصلنا منها طرطوشه. ولا ما كنتوا سمعانين شو عم يحكوا بالحاره؟ فهد! انت زودت كثير! تعال شو مالك قايم اعتبار لكلامي لك يا فهد؟ نحن من يوم يومنا قايمين اعتبار لكلامك يا زعيم. بس إذا بتسكت عن اللي صار مو حلوة لا بحقك ولا بحق أولادك. خلص يا أبي. خلصنا بقى. بعد إذنك يا أبي. لازم يعرفوا الكلام اللي عم بيقولوه الخلايا. فهد! أنت ولد قليل أدب ومالك مربى منيح. بس الحق مو عليك. شو قصدك يا زعيم؟ اسأل العالم اللي حواليك، اسألهم شو عم يقولوا. ولك فهد، اللي صار بيناتهم صار حسب شرع رب العالمين وبالحلال، بس انه يطلعوا عن شوري هذا الشيء انا بس اللي بحاسبهم عليه. فهمت؟ إيه بنتك كانت تلتقي بكريم بالخستخانة. لا زودت كريم. والله عيب. شو هاد؟ لك ايه هذا الحكي العاطل طلع من تمه لاخوك فهد، طلع من تمه لفهد، عم تفهمي؟ بيكون حكى هذا الحكي مشان يخلصكم من رغي اهل الحاره. لك ويدات، لك فهمي علي، لو اخوك ناوي على الخير كان حكى بيني وبينه، كان اخذني على جنب، بس هو حكى هذا الحكي قدام الخلايق كلها. لك حكى حكي لا بينزل لا بميزان ولا أبان. استغفر الله العظيم. طول بالك ابن عمي، طول بالك. خلاص ويدات، عجت لي طول بالك. أخوك فهد بده قص لسان، أنا رح قص له إياه. العلامة المصيبة منين عم تنزل على راسك؟ يا ربي دخيل. شو؟ دليل هون؟ ايه والله يا افندي، هذا اللي صار. لما كيف اجت هيدي من بيروت بلا ما تاخد اسم مني؟ كيف؟ هذا اللي صار يا افندي، طمغم لانهاب الحاكمية وطالبة تشوفك ضروري. وين قاعدة هلا؟ رح خبرك، بس خليني اقول لك بالاول انه الكولونيل دانيال خبر انك مغير عنوان بيتك لانك عم تتلقى تهديدات من اهل العمارة. يا الله يا الله. شو بتعمل؟ يو شو هالحكي هاد؟ والله مثل ما عم اقول لك يا ام فهد، ابنك واقف هيك سنجع عرض بوش الزعيم وقايل له هالحكي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عجبك يا ام تحسي؟ عجبك لوين وصلونا هالجماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بتعرفي كمان يا معلش، خلي ابو العز واولاده يعرفوا شو عم يحكوا الخلايق عليهم، بلكي بيستحوا على دمهم بروحوا بيغسلوا عارهم بقى، شو عم يستنوه؟ اوف اوف، منين اجتنا هالقصة هي؟ منين؟ يا رياما تحت السواهي دواهي. ياما. طاهر، بيني وبينك ابني فهد معه حق، لأنه الكلام يلي عم ينحكى بالحارة ما من حبل بنوب. يا أخي يا فهد، الواجب إنك تهدي ابنك مو تضوجه بزيادة. ولو شيخي، نسيت إنه البنت بتكون بنت أختي، واللي بيعيب أهلها بيعيبنا نحنا. شبنا شيخي؟ بس يا فهد، الفضيحة لازم تتلملم وينغسل عارها،
والا رح يلحق بناتنا واعراضنا العار. شبنا شيخي ما بينحمل هذا الحكي بنوب. قال عليه الصلاه والسلام: وكفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع. يعني هذا كله بيضلوا حكي يا اب فهد، ونحن ما بنحسن نحكم من الحكي يا اب فهد. على راسي، بس خلينا نقطع الشك باليقين. وشلون بقى؟ اسمع شيخي، وهذا اللي صار معي مع اهل هالمستوره. لهيك من بعد اذنك عقيد بدي اياك تطلع معي لحتى نطلبها مره ثانيه. بس انت بتعرف لك ناجي انه ضربنا صعب، صعب كثير، وبهيك حاله جايز تظلمها للمستوره معك. بس انا رايدها للمخلوقه، بعدين الا رب العالمين ما يفرش. وانتو ناسي واهلي، مين الي غيركو؟ خلص اتكلنا على الله. اليوم من كل بد بنروح وبنخطب لك اياها، واذا ما قدرت انا روح بيروح معك خليل. مروق هيك؟ الله يخلينا اياك يا عقيد، الله يديم المحبه. امين. يا زمرد، انت كنت بتعرفي انه كريم عم يشوف خاتون بالخستخانه؟ لا يا بي ام، ما بعرف. لك مين بيعرف؟ مين بيعرف؟ مو انت كنتي طول الوقت معه بالخستخانه؟ ها؟ مو انت؟ بلا يا بي، انا كنت معه كل الوقت، بس ما بعرف اذا اجى عمل له زياره ولا لا. قسما بالله، إذا بدرى إنك أنت بتعرفي ومخبية، لا تلومي إلا حالك يا زمرد، ها؟ لا تلومي إلا حالك! احكي! احكي كل شي بتعرفيه، يلا احكي! ما عندي شي أقوله. لك يبعت لي حمى عليكم، لك شلون انتشر الخبر بالحارة هالطشة شلون؟ الله يستر. خير يا عمي، شو صاير؟ أسع هيك، أسع! يعني مشان عن الله فهمنا، شو صاير؟ هذا اللي كان ناقصني، يتهموني بالسرقة؟ أنا بدي وطي راس أبي وأخواتي بالحارة؟ أنت لازم تعرفي مين حط كل هالتهم فيك. ما عم بعرف ولا عم فكر بهالقصة، عم فكر روح حط رقبتي بين ايدين ابي خليه يذبحني وريح حاله. ومين قال لك انا بقبل؟ انا برحله قبلك. انا طلعتك من العمارة، انا بتحمل مسؤولية. لا، ما رح خليك تحمل مسؤولية شيء، ومستحيل خليك تروح. وانا مستحيل خليك تروحي لوحدك، مستحيل. انا اللي مجنني انه اهلي كيف مصدقين انه انا ممكن اعمل هيك عملة؟ مستحيل. خاتون، انت اذا بتعرفي مين غريمك بتسهلي علينا القصة. ما بعرف، ما بعرف. طيب طيب، ركزي معي، خبريني بالتفصيل شو صار من لحظة اللي قررت تيجي فيها لعندي بالتفصيل. اللي بفهم من كلامك انه نعمت هي اللي مسؤولة عن سرقة الذهب. معقولة؟ معقولة تسترجي تعمل هيك عملة؟ يعني هي الوحيدة اللي كانت عارفة انك رح تفلي، يعني هي سارقة المصريات. بعدين انت قلتي لي انه هي الوحيدة اللي بتفوت على غرفة بيك، ولا لا؟ ايه صح، بس انا كيف بدي بري حالي قدام اهلي؟ كيف؟ ما تعتلي هم، انا بتصرف. شلون؟ قلي قلي شلون؟ روقي روقي، تركي علي، خلص هون. يلي وصلنا انه حضرتك بتعرفي القصه من اولها لتاليها، وجينا لعندك لهون وتركنا الحاره عم تغلي غلي. والله يرضى عليك، في مجال تقولي لنا الحكايه من اولها لتاليها من غير لف ودوران؟ يا اختي احكي يلي بتعرفيه من دون زياده ولا نقصان. بصراحه مزبوط، كريم أفندي كان يجي على الخستخانة ويشوف خاتون. الله أكبر، الله أكبر. يا بنتي، أنت متأكدة من هذا الكلام؟ متأكدة يا شيخ.
متأكدة؟ الله يرضى عليكي. فينك تقولي لنا كم مرة التقى فيها هون؟ 3 مرات شافها 3 مرات لما كانت بالخستخانة ولما تصوب أخوها خالد. يا بنتي، ربنا بيقول في كتابه الكريم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني أنت مسؤولة عن كل شيء عم تقوليها. يا شيخي، أنتوا طلبتوا مني أحكي الحقيقة وأنا عم بحكيها. سمعت شيخي؟ سمعت يا أبو طاهر؟ شو جابك لهون يا أبو العز؟ أنا اللي شو جابني لهون يا أبو فهد ولا حضرتك؟ والله نحن أجينا لنتأكد ونقطع الشك باليقين. مني وعلي يا ريتني ما أجيت. والمعنى يا أبو فهد؟ المعنى يا زعيم حارتنا، كلام يلي نقال طلع كله مظبوط. خلونا نمشي هون يا أخوان، هذا الحكي مو هون مطرح. لا شيخي، لازم كل الخلايق تعرف إنه أنا معي حق وإنه الكلام اللي انحكى طلع مظبوط. فهد؟ الله يرضى عليك هدا. ما بصدق لحتى اشوف بعيني واسمع بعيني. فهمت؟ زعيم حارتنا، شرف مشان تشوف بعينك وتسمع بيدك. تفضل. شرف شيخ. هيك الكويدات؟ هيك بيعمل اخوكي؟ حلوة هيك يعلق مع عز الدين؟ حلوة قدام العالم يقولوا الأهل عم يتخانقوا مع بعضهم؟ الله لا يعطي شيطان وعافية. لك فهد ماله هيك؟ والله ماله هيك. لكن ليش هيك عمل؟ ليش هيك؟ هذا بدل ما يوقف معنا بمصيبتنا؟ لك نسي؟ نسي إنه كريمة وأيوب خاطبين ورح يتجوزوا؟ إنه شو يعني بده يتعب نصيب أخته؟ فهد ما بيتصرف هيك من عقله لحاله. يعني بده يكون خالك هو اللي وازز براسه. يعني خالك وبتعرفيه. آخ، قال خال قال. لك الخال سند سند، بده يكسر لنا ظهرنا فوق ما انه مكسور. معك حق، والله معك حق. لك انا من عمري 17 سنه وانا ربياني بهذا البيت. عمي ابو العز مو مثل ابي. عمي ابو العز ابي، هو اللي رباني. ابي واحد صعب، بس عمي ابو العز اب حم حما كل شيء، كل شيء اللي بهالدنيا. لما كنت اتخانق انا وعز الدين كان يبهدلوا. لأن احنا ما جبنا بنات العالم والناس على بيوتنا لحتى انزلهم ونبهدلهم. الله يكون بعونك يا عمي. من وين بدك تلاقيها ولا من وين؟